بديل، اكو البديل 30 سنه استاذ، اكو البديل بس احكي البديل ياخذونه هم السياسيين. ما اقول لك والله هسه باكر السياسيين تقاتلون عليه، والله ما اقول لك يسوون عمارتك ما اسوي استثمار يسوي عمي روحنا عفوا عفوا من سامتون فتح ما معجل والله وابن الصادق صار لي عن اربع اشهر هذا مو امين بغداد ولا علي رزوقي ولا رئيس الوزراء بيش يذبونها براس الوزراء الناس كلها راحت راس الوزراء من ورا شايل الناس راس الوزراء تدري انا عندي فيديو اعطيك اياه شلون هجموا علينا القياده الله وكيلك عباك مجرمين هسه انا اعطيك هذا الفيديو بجيبي زين عمي سؤال ان شاء الله زين طال عمرك سلمك ويحفظك انت هاي صار المقابله رقم 4 5 جت جاي اتذكر متذكر 4 مرات 5 جت جاي انت احنا هاي وضعيتنا ناس كسب هنا ليش شيلونا كلنا حوالي بينا 200 عائله 150 عائله زين عم انت شيلتونا بعيني البديل اعطونا البديل انتم تحجون باسم امين بغداد امين بغداد رجال لا موجه تشير فقره حتى لو قال له شيء للناس اللي كسبه شوف لهم مكان لا رتبهم ما قال له شيء لمقطع ارزاقهم هسه هذول كلهم قاعدين بالقهوه انا ذكرتك انا من جيت هنا كانت محلاتكم موجوده بسطيات بسطياتكم هسه هسه صارت مكان البسطيات عم رخصتك صار السيارات صار السيارات باوي انا اطلب من امين بغداد انه يشوف ذول الناس الكسبه اي والله احنا بنسوي مقابله كنا قاعدين يعني هاي الناس كلها قاعده يعني جاي يحكون باسم امين بغداد وهم مخربين الوضعيه يحكون باسم رئيس الوزراء هم مدمرين الوضعيه هاي الناس وين تروح يعني هسه الناس كلها بالقهوه قاعده لا شغل ولا عمل يعني مو ما يصير هذا ناس صاحب ايجار احنا اني ابن البلد بدي اعيش بالبلد انت وفر لي فرص عمل لو انا جاي اشتغل على باب الله وما ساكن طريق احنا زين هسه انت ليش تقطع رزقي انا وراي عوائل كل بيت بي 5 6 انا عمري 55 سنه عندي 3 عوائل زين ماشي يعني هسه الرجال مين بغداد اقول لك ما عدى علم بالموضوع هذا لو عدى علم ترى ما يقبل والله احنا نعرفه عمي خوش ادمي عمار موسى وذهب انا وياك هم من شالوا البسطيات نعم شالوها من هناك قالوا اختناق الشارع وضاع هذا هاي السيارات خليني اكمل لك عم نعم. خليني اكمل لك وحده انا نعم. عرفت ايش تريد تحكي وانا وياك عاشت ايدك وخدمة هاي الشيبه المباركه رحم الله يطول عمرك رحم. من شالوا البسطيات ايه. هنا ايه هاي السيارات اللي خلوها هنا شنو هاي اصحاب التاكسيات وغيرها صور الازدحام وين كانوا يذبوا كله برقبتنا شوف عمو مرخصتك شوف الازدحام كانوا كله ذابيب راسنا اهل البسطيات اهل البسطيات سادين الشارع اهل البسطيات وهل التاكسيات شو يسوون هسه واقفين هذا شوف انت بالكاميرا تصير يحطون حديد هاي حاطين حديد وهاي نفس الشيء واحنا ما مسادين الشارع استاذ يعني الموضوع احنا يم امانه بغداد نعم ايه ارد اواجه امير بغداد عن طريق هاي القناه الموقره وهذا ترى خوش انسان معدل من بغداد يوفر لكم البديل يعني احنا هم اخوته يعني هو سوى بقدنا طبعا هو قصدنا 50 عائله الله وكيلك كذا واكثر يعني اكو البديل عمو احنا الرجل وفر البديل بس عمو وفر البديل طلع الكاميرا وفر البديل اسوء من القعده اللي هو ورا هاي المحلات تكرم يم الحيوانات على ابو شنو عنده حجه من يخابره واحد يتصل بي حضره جنابك تروح هسه المدير البلديه يقول لك انا وفرت لهم البديل بس هم ما يطبون هو وين البديل؟ ورا هاي المحلات بالاخير ما حد ما يوصل لك يعني بتجي بي اس يلا يندلك مشتري واحد ما يطب لك زين انتوا اذا تطالبوا ببديل اي البديل هو انه يسوي لنا خاط حالنا حال باقي البسطيات خاط احنا نص متر نريد من الشارع بس ما سادي للطريق وهسه بمكان هاي السياره عالم بدها تسترزق انت سدي قطعت ارزاقنا الله وكيلك هذا ايجار ما عنده صار شهرين مقعدين من جلودنا دنط كلها مديونه استاذ هي البديل البديل المناسب البديل المناسب اعطينا مكان على مال البديل وبس احنا هسه اوقف بس احنا يعني متقصدينه بس احنا بس هذا المكان واللي احنا ما سادين الشارع وشوف الازدحام خلي يصور اخويا مرت اللخ كان كلها برقبتنا ذاب بيها هاي زين هذا شنو صار هذا جراج اي هاي شوف بعد انت قدام عينك الحين صوره عمو الحين صوره هسه احنا هاي كان كلها ذاب بيها برقبتنا يا هو مسؤول فات قال ساحه العروبه والباعه المتجولين سادين الطريق هو الشارع ضيق والازدحام شوف هاي شوف هذي وين واصل ما يدرون يجون 200 واحد هسه هنا شوفوا هاي كلها ما يدرون اخطيه والله ما خلينا باب ما دقينا عمي انا بخدمتكم اي خادم الحسين رحم الله بخدمتكم بدون باكر اجيكم اي والله اعطيكم رقمي تطلعون كلكم تحشون اي والله اجي
ما عندي مشكلة. حتى على الرصيف يخلوه. أو من خلالك. انت وصل امين بغداد يسوون لقاء، يعني احنا ناشد امين بغداد. انا بالمناسبه ترى انا ما ناشد المناشد، انا ناشد المراجع الدين، انا اي واحد ما ناشده، بس انا اترجى يعني اخونا ما ناشد، بس اخونا خلي يسوون لنا صرفه حل على الرصيف يساعدنا. على الرصيف هم متقابلين، احنا ناس كسب عمي. انت مشيت الرصيف وانت عندك محلات على الرصيف. عمو بس خلي خدمك، احنا ما بدنا ناثر على الموجود. يعني مو كان هالسياره واقفه، يعني هاي واقفه من الصبح لحد عمو ماله بالمحل، الله يرزقه بجاه باطنة الزهراء. يعني انا كاسب، انا ابن البلد ادعيش، انا لا بنقالي ولا مصري ولا كذا، انا ابن البلد من حق، مو القانون يقول 35 ماده 35 عيش كريم، وين العيش الكريم؟ احنا لا عندنا تقاعد، لا عندنا راتب، لا كلهم ما عندنا رواتب، عايشين على الله وهالبسطيات. يعني خلي يشوفنا بعين الرحمه. يعني امين بغداد انا ما جاي اشوفه، جيت مرتين ثلاثه، جاي رجال يجي على مدار التخطيط مال الساحه الفاشل هذا، والله والله هذا مدير بلديه مال كاظميه يقولهم بالقصد انا سويت هيك على المشير ذول. ليش؟ من الله يهلكك ان شاء الله. ليش؟ ليش انت تسوي هيك على منطقه ارزاقنا ومكان ما تقول اخوتنا؟ عم اشوفكم البديل، اكو البديل 30 سنه استاذ، اكو البديل، بس احكي البديل سياخذون هم سياسيين. ما اقول لك والله هسه باكر السياسيين تقاتلون عليه، والله ما اقول لك سوون عمارتك ما اسوي استثمار اسوي. عمي روحنا عفوا المن سامتون فتح ما معجل والله، وابن الصادق صار لي عن 4 اشهر هذا مو امين بغداد ولا علي رزوقي ولا رئيس الوزراء. ليش يذبونها براس الوزراء؟ الناس كلها راحت راس الوزراء من ورا، من ورا شايل الناس راس الوزراء. تدري انا عندي هسه فيديو اعطيك اياه شلون هجموا علينا القياده؟ الله وكيلك عباك مجرمين. هسه انا اعطيك هذا الفيديو بجيبي. زين عمي سؤال، سؤال انا حتى اكون منصف ويا كل الاطراف، واحنا انا بخدمتكم اول شيء هدي على كيفك، صلي على النبي. مو صلي على النبي قاعدين عمي، صلي على النبي او حجي صلي على النبي. اللهم صل على محمد وعلى